السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. بريطانيا Chapter 2 من هندسة برمجيات Course جامعة أميرة نورة. طيب، استكمالا لما تكلمنا عنه في الفيديو السابق، طبعا وقفنا عند بعد ما شرحنا الواترفول وشرحنا إيش الخطوات حقته وإيش هو الواترفول أساسا. حرجع شوية على وراء اللي هو الفيزز، أوكي؟ We must be completed in its entirety before the next phase can begin. طب أنا هشرحه، يعني ما حسيت إنه أعطيته حقه في الشرح. فبيقول لي waterfall model يعني تخلص الستيبس كاملة زي ما قلت لكم. يعني في هذه المرحلة مثلاً requirements definition، إنك بالضبط تعرفي إيش requirements، يعني إيش الطلبات حقت العميل، وتفهمي الدومين، وتفهمي إيش الهاردوير وإيش السوفتوير وإيش كل حاجة. طبعاً أنت برضو في هذه المرحلة تعرفي متى يبغى التايم، اللي هو متى يبغى الوقت، متى يخلص. يعني هذا يتحكم في كل شيء، اللي هو التايم، متى يبغى البرنامج، أوكي؟ مثلاً تاريخ معين، ديت معين، أوكي؟ هذه كلها تحت ده الشيء. أنا من هنا أقدر أقول إنه يعني من طلباته في دي المرحلة بالذات أقدر أسوي اللي هو أحسب الحسبة، وكم المبلغ، يعني مثلاً عنده كم المبلغ اللي يبغى يدفعه عشان أنفذ هذا المشروع، أوكي؟ على أساسه يعني أقدر أسوي أنظم نفسي، وقد كم أجيب مثلاً كودر، كم أجيب ديزاينر، وكم واحد أجيبه تيستر. عرفتوا كيف؟ يعني على أساس الوقت، وعلى أساس التايم اللي معطيني هو، وعلى أساس المبلغ. طيب أنا أعطيتكم فكرة بسيطة إيش اللي حيجي في الفيوتشر إن شاء الله، يعني مقدمة. فهذا كله حنحتاجه في requirements، يعني requirements أي شيء ممكن تفكروا فيه. لو تجي تسوي brainstorming تفكري مثلا إيش الجهاز اللي حنستخدمه، مين الناس اللي راح يستخدموه، متى تبغاه، فين حتبغى ينزل، يعني مثلا تبغى application ولا تبغى على الكمبيوتر ولا تبغى للعامة ولا تبغى خاص بس في شركتك. هذه كل requirements مهمة نعرفها، أوكي؟ بعدين عندك system and software design، التصميم اللي هو طبعا من هنا فاكرين لما قلت لكم إيش هو software engineering، وقلنا إنه هو عبارة عن software program زائد documentation. طبعا ده كله يتحط في documentation، اللي هو الديزاين اللي هو اليو ام ال، اوكي، اللي راح نتطرق له ان شاء الله. اليو ام ال يونيفايد موديفاينج لانجويج، ايش الخرائط اللي حنستخدمها، كيف التصميم، اشياء جدا كتير، وبس لكن كلها مهمه، يعني كلها لازم السوفت انجينير انه بروجكت مانجر وكل الناس في ده المشروع يعدوا عليه. بعد كده عندنا الـ implementation والـ unit testing. الـ implementation قلنا إنها هي التنفيذ، يعني أنا أجي أخذ الديزاينات هذه وخلاص أبدأ أنفذ، فين الداتا حتروح، إيش حياخد داتا من فين، كيف شكل الـ user interface. مثلا لو افترضنا إنه هو لو كان ويب سايت هأستخدم الـ HTML والـ CSS وأقعد أسوي وأسوي الصفحة اللي يبغاها وأشياء مرة كثير. طبعا بعد موافقة العميل، يعني أنا هقول له إنه حصمم بهذا الشكل وياخده. وبعدين أسوي اليونت تيستينج اللي هو زي ما قلنا قسمنا الكود على على يعني على كده وحدات، وبعدين لما نختبرها كلها نقعد نجمعها مثلا شوية شوية ونختبرها مع بعض، بعدين نجمعها الهول ثينج كله كده على بعض، أوكي. بعدين نسوي الانتجريشن في البيئة حقت الكاستمر، اوكي، نروح لمكانه ونسوي له كمبيوتر، يعني نسوي له كمبيوتر، نسوي له هو جهاز. فبعد كده نسوي السيستم تيستينج اللي هو النظام كامل، اللي هو مع الهاردوير، مع البروسيس، مع الانبوت، مع الاوتبوت، مع كل شيء. كده احنا خلصنا دورنا بعد ما سوينا له انتجريشن في كمبيوتر الجهاز الرجال. بعد كده تجيني مرحلة المينتيننس اللي هو operation and maintenance، okay. operation يعني خلاص أنا نفذت العمليات، وmaintenance يعني سويت نفذت كل الخطوات اللي يعني صلحت له هي، okay. فهتيجي هنا requirements analysis، خلاص أنا شرحتها بالتفصيل، ممكن تقرأوها وترجعوا تقولوا لي إذا عندكم أي استفسار
أو تبوني أشرحها بزيادة. طيب وإيوه هذه الـ operation maintenance. طبعاً آخر شيء الـ operation the system is put into practical use، خلاص هو نفذها يعني استخدمها الشخص. بعدين عندنا maintenance لو طلع لنا error، لو طلع لنا problems are identified and fixed نصلحها. الـ evolution طبعاً التطوير مع الزمن اللي هو عندنا technical environments، وطبعاً في requirement changes مثلاً computer تغير، غير الـ hardware whatever. قلنا مثلاً في البداية قلنا يمشي على مايكروسوفت، بعدين يغيروا على الماك، يعني كذا أشياء. face out إنه خلاص ما عاد يبغى السيستم ونحن نيجي نسحبه ونسوي withdrawn from service. طيب أوكي خلاص ندخل الآن على الـ advantages اللي ما شرحناها. طيب أنتوا لما تيجوا تفكروا as a waterfall as شيء تحسوه منظم، صح؟ يعني تحسوا إنكم خلاص أوكي، يعني في أشخاص زي كده في أي مشروع في حياتهم، يعني مثلاً يحقق يحط أهدافه ويحط الوقت اللي أنا بدي أحقق فيه أهدافي ويحط كل المدخلات اللي عنده. بعد كده يجي في الديزاين، خلاص أنا مثلاً أحقق الهدف الفلاني في الوقت المعين ده وأحقق كده في الوقت المعين ده، عرفتوا كيف؟ فهو well structured engineering process، يعني حاجة اللي هي مرتبة و it's easy to use and understand، شيء مرة واضح وتخليك مثلا ما تروح الفيزة الثانية اللي انت مرة مخلصة تماما ومنتهية من المرحلة اللي راحت، وخاصة تبدأ بشيء جديد مختلف، خاصة في المشاريع هذه. يعني هنا مثلا هنا أشخاص اللي هما analyst خلاص اللي هما محللين، وهنا حيكونوا designers، بعدين هنا coders، حيكونوا أشخاص مختلفين. فلما أنا as a designer أخلص من دي مرحلة تماما، خاص أنا ما عندي إلا إني أشرح للكودر اللي هما في الكودرز اللي هما في المرحلة دي، خصوصا ما عندي أنا شغل أنا كده خلصت. زي ما قلت لكم إنه هي مرة سهلة وسهلة إنها تتفهم. وبعدين easy to manage due to the rigidity of the model، okay مرة واضحة ومرة مرتبة كده وخلاص، إنه specific deliverables review process. بعدين عندك phases are processed and completed one at a time، طبعا خلاص إن هي كلها تخلص في وقت معين. بعدين works well for smaller projects، خلاص عندك يعني للمشاريع الصغيرة مرة ممتاز إنك تستخدم الwaterfall، مش صغيرة يعني مو إنه سيستم لشركة، لا شيء بسيط يعني سوفتوير بسيط. so the requirements are very well understood، يعني أشياء مرة واضحة إنك فهمتها وإنك تقدر تغيريها in the future، خلاص. وحتى أصلاً التغييرات حقتها مرة نادرة تغيري، يعني مو شيء إنه شيء صعب. الآن نيجي على الـ disadvantages. طبعاً زي ما ذكرنا هنا إنه هو ينفع للـ smaller projects، then الـ complex projects مرة صعب إنك تستخدمي موديل زي الـ waterfall لها. فعندك هنا كمان اللي هو الـ main drawback، okay is difficulty of accommodating changes after the process is underway. يعني أنا دحين لما أكون ماشي مثلاً في هجرة الديزاين وسويت تغيير بسيط، يعني تغيير في requirements فرضا اوكي للمرحله اللي قبلها، تعرف انه حنرجع للمرحله اللي قبلها عشان ارجع ثاني مره للديزاين، فهي مرحله صعبه، يعني ما فيها انك تطلعي فوق ثاني، لا خلاص. فهو صعب انك انت مثلا لو غيرت في requirements حاجه حترجعي تغير كل شيء في الديزاين، فهي مرحله a phase has to be complete before moving into the next phase. فاذا غيرتي مثلا في مرحله قبلها هذه مصيبه. طيب يعني هنا خلاص جيت هنا خلاص أنا وصلت مثلا هنا في الكودينج، فرضا جيت قلت لي لا والله أنا أبغى requirements هذه أشيلها وأحط requirements تانية تماما، لا ما لها صلة في الموضوع يعني في السابق، فترجعي من هنا تخبصي كل الشغل ده اللي راح، وترجعي من هنا تخلصي كل الأناليسز وترجعي تسوي software design وترجعي بعدين تسوي كودينج، فأنت كده ضيعتي وقت مرة كبير. In principle, the phase has to be complete before moving on to the next phase. يقول لك each stage
and the process reveals new understanding of the previous stage. يعني انت دحين لما مثلا تروحي للimplementation دحين عندي كودر، انا as a coder لازم احتاج الديزاينر يشرح لي at least اني مو لازم انا اضيع وقت افهمها. So that requires an earlier stages to be revised. يعني لازم افهم كل اي حاجة، لانك وصلت مراحل انك مثلا الديزاينز وصلت 10 صفحات مثلا. So backtracking and overlapping of activities are usually required. يعني انك ترجعي ثاني مرة وترجعي تشوفي الديزاين وتسوي الامبلمنتيشن بعد ترجعي ثاني مرة الديزاين تشوف، فيحتاج انك تسوي مراجعة طول الوقت. الواترفول موديل takes a static view of requirements. يعني خلاص يعني ما مفروض مرة ما تغيري ولا حاجة في requirements. إذا تغير شيء كل شيء هيتغير. So ignore changing needs. مثلا lack of user involvement once a specification is written. خلاص إنه اليوزر ما حدخله معنا في الموضوع طالما إنه أنا عندي كل الطلبات. بعدين عندي late feedback from the customer. مثلا إذا أنا وصلت مرحلة الديزاين وقلت له تعال شوف الديزاين اللي هو أنت تبغاه وما طلبني، فروح للimplementation وبعدين جاني يراجع الديزاين فما هستفيد. okay. فهرجة الليت فيدباك طبعا إنه هو ما بيضيع لي وقتي، يعني الموضوع بيضيع ضيع وقت. غير كده no working software code is produced until the late during in the life cycle. يعني آخر شيء تسويه بعد ما خلصت الديزاين وكل حاجة. So most analysis testing is done when program code. So a testing is done on one program code. On program code. طيب لين اللي هو unit testing while أنا بعمل الكودينج. ومع كده إنه في مشاكل ما بتطلع غير بعد ما أنا خلصت من مرحلة الimplementation من مرحلة الكودينج. فزي ما قلت إنه هو مدام إنه سهل للبرامج السهلة فهو مرة سيء وضعيف للبرامج الصعبة والمعقدة and object-oriented projects. Poor model for long and ongoing projects اللي هي مشاريع مفتوحة، فهذه مرة مرة صعبة وما حنستفيد منها ولا شيء. طيب طوروا الواترفول وخلوها زي كده. So this is an extended waterfall model with backtracking. Backtracking يعني ترجعي تشوف إيش في بيحصل وراكي. فالعادية اللي عرفناها كده، وهذه خطوط الحمراء اللي هي الفيدباك. So the requirements definition بينزل تحت، بعدين من وصلت للسيستم ديزاين تقدر ترجع على فوق وتشوف إيش اللي بيصير. نفس الشيء عندك في الimplementation and unit testing، فترجعي للديزاين وترجعي تاني مرة كمان للسوفتوير للريكوايرمنتس. وكل المراحل نفس الحاجة، فنفس الشيء مينتننس أقدر أرجع لهذه المراحل، وشيء هذا اسمه فيدباك. تمام. أوكي أتوقع كده كفاية عشان خصلا لا نقطع كثير، يعني نصير نشبك المواضيع في بعض. هذا هو الفيديو الثاني وخلصنا فيه الـ Waterfall Model. إن شاء الله الفيديو الجاي حنتكلم عن Incremental Development Model. يعطيكم العافية، وإذا عندكم أي استفسارات بليز لا تترددوا أسألوني أي سؤال، أنا مستعدة أن أجاوبكم في أي وقت تبغوا. إلى اللقاء.